السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الرابع عشر من الشهر الحادي عشر للعام 43 بعد 104 للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. هذا المجلس سيكون إجابات لأسئلة تتعلق بالمسبوقين في الصلاة، تتنوع أسئلتهم لعموم البلوى بالوقائع التي يقع فيها أولئك المسبوقون، ويكثر السؤال عنها، وسأسردها وقد يكون فيه غيرها، لكني جمعت بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها، والإجابات عليها تارة يكون في المسألة أكثر من جواب. وأهل العلم رحمهم الله تختلف إجاباتهم بالنظر إلى صحة الدليل من عمومه أو خصوصه أو صحته أو ضعفه وما يتبع ذلك. وقبل ذلك هناك أحاديث تدور عليها أكثر مسائل المسبوقين وأحكام المسبوقين. من هذه الأحاديث حديث وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وحديث من وصل صفا وصله الله، وحديث من يتصدق على هذا، وحديث إذا كبر الإمام فكبروا، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها، وحديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. وهناك أحاديث أخرى في هذا المبحث، أعني مبحث المسبوقين. أنا سأذكر السؤال ثم أعقبه بالجواب باختصار. وهذه الأسئلة بلغت 26 سؤالا. إذا أدرك المسبوق الركوع الثاني من صلاة الكسوف أو الخسوف فلا يعتبر مدركا للركعة، لأن العبرة بالركوع الأول. السؤال الثاني: إذا ركع المسبوق بعد رفع الإمام من الركوع، دخل المسبوق المسجد والإمام راكع ثم رفع الإمام رأسه من رفع الإمام من الركوع، ولكن نسي أن يقول سمع الله لمن حمده، ورآه المسبوق قد رفع والناس ما زالوا في ركوعهم، يقال قد فاتت الركعة على هذا المسبوق، لأن الإمام قد فرغ من الركعة ورفع رأسه، أو قد فاتته الركعة المسبوق لرفع الإمام من الركوع حتى لو ما قال الإمام سمع الله لمن حمده. السؤال الثالث: إذا ركع الإمام والمسبوق لم يكمل الفاتحة، يقال اركع مع الإمام ولا حرج. السؤال الرابع: إذا كان الإمام في غير حال القيام، ركوع، سجود، جلوس بين سجدتين، هل يكبر المسبوق تكبيرة واحدة أو تكبيرتين؟ إن كبر واحدة فتكون الإحرام وتدخل أخرى تبعا، وإن كبر تكبيرتين يقول بعض أهل العلم هو أفضل، الأولى إحراما والثانية لما لإدراكي أو لتكبيري الحال التي عليها الإمام. السؤال الخامس: قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تمام تسليم الإمام، الصحيح والأحوط والأوجب عدم قيام المسبوق لقضاء ما فاته حتى يتم الإمام التسليمة الثانية. السؤال السادس: صلاة بعض المسبوقين
جماعة بعد سلام الإمام دون إقامة فوتوا الأفضل، لكن الصلاة صحيحة. السؤال السابع: صلاة المسبوق خلف الصف وحده، الأحوط أن يبحث عن مكان فرجة عن يمين عن الشمال، إذا لم يجد شيئا إطلاقا فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي خلف الصف وحده على قول لبعض أهل العلم. السؤال الثامن: جذب المسبوق، يدخل بعض المسبوقين الصف مكتمل، ماذا يفعل؟ يسحب أحد المصلين من خلف الإمام حتى يصف معه، لا يجوز. الحديث الوارد ضعيف. ثانيا: هذا المسبوق عندما جذب هذا المصلي الذي خلف الإمام أحدث فرجة في الصف وحرم هذا المجذوب من المكان الفاضل، وقد يكون هناك مشادة بينه وبين هذا الذي جذبه بعد الصلاة وقد حصل، فيقال صلي وحدك ولا تخرم الصف وتحرم المتقدم أن يرجع معك، أو تحرم المتقدم من أجر قد حصله حتى يرجع معك. السؤال التاسع: إنشاء المسبوق لصف جديد والصف المقدم لا يزال شاغراً في أماكن، لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفاً وصله الله، وهذا بإحداث صف جديد سيصف الداخل معه ويكون سبباً في عدم اكتمال الصف المقدم. السؤال العاشر: انتظار الإمام الداخل المسبوق حتى يدرك الركوع معه. يقول الفقهاء: وسن لإمام انتظار داخل ما لم يشق على المأمومين. دخل أحد المسبوقين وليس في انتظار الإمام حرج، ينتظر، لكن كل ما دخل واحد الثالث الرابع ينتظر ولا يراعي حال المأمومين، هذا لا ينبغي ولا يجوز. السؤال الحادي عشر: دخول المسبوق والإمام في التشهد الأخير. يقول بعض أهل العلم: إذا كان معك جماعة أو تعلم أن هناك جماعة سيأتون إما يتوضؤون من أصحابك، فالأولى الانتظار والصلاة معهم صلاة كاملة، إذا كنت وحدك فالدخول هو الواجب. السؤال الثاني عشر: إذا شك المسبوق في إدراكه أو في ما أدرك مع الإمام وقد دخل معه آخر، دخلت أنا وشخص آخر، الاسم الكريم أنا ومحمد الشيخ محمد، فلما فرغ الإمام وسلم قد فاتنا شيء من الصلاة، أنا ما أدري هل أدركت ركعة أو ركعتين ما أدري، فقلت بما أن الشيخ محمد دخل معي سأتابعه، إن صلى ركعة صليت ركعة، وإن صلى اثنتين صليت اثنتين. واضح المسألة؟ لا يجوز. قد يكون شاكا هو، ابني على يقين نفسك، وقد سألته فيما أذكر سماحة الشيخ بن باز بنفسي فقال: ابني على يقيني نفسك. السؤال الثالث عشر: بعض المسبوقين إذا قام يقضي يدخل مع الشخص فاتته الصلاة فيدفعه، لا تدفعه، أكمل صلاتك وهو يتابعك. يقول بعض الفقهاء: ويحسن أن تنوي نية الإمامة وهو نية الإتمام. السؤال الرابع عشر: هل يجهر المسبوق عند قضائه لما جهر فيه؟ أدركت الإمام في التشهد في صلاة الفجر فقمت تقضي، يقول: يستحب أن تجهر جهرا خفيفا، ويتأكد هذا إذا صف معك أحد يصلي معك. السؤال الخامس عشر: بعض المسبوقين إذا دخل والإمام في الركوع يقول: إن الله مع الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله، ما أشغلت نفسك وأشغلت الإمام وأشغلت المأمومين، بكر الصلاة القادمة وإلا فامشي وعليك السكين والوقار، ولا تشغل المصلين بكلام أو بجمل ما أنزل الله بها سلطان في هذا الموضع. السؤال السادس عشر: إسراع المسبوق حال كون الإمام في الركوع، جاء الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وامشوا إليها بسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والصحابي الذي دخل مسرعا قال له الرسول لما فرغ: من الداخل آلفا؟ قال: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. دعا له ونهاه عن العودة إلى هذا الإسراع. السؤال السابع عشر: إذا ضاق المسجد على المأمومين على المصلين واكتمل ما عن يمين الإمام، قال: لا حرج أن يصفوا عن شمال الإمام للضرورة.
السؤال الثامن عشر: إذا لم يكن للمسبوقين مكان إلا أمام الإمام أو ازدحم المسجد، قالوا لا يجوز أن يصلى أمام الإمام، استثنى بعضهم إذا كان الزحام وضرورة مفاجئا ولا يمكن أن يرجعوا للزحام الشديد. يقول بعض الفقهاء: لا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال التاسع عشر: إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء ودخل مسبوق لم يصلي المغرب والإمام في صلاة العشاء، هناك حالات كثيرة والفقهاء رحمهم الله تتنوع أنظارهم أو فقههم في الواقعة. بعضهم يقول إذا دخل المسبوق من فاتته صلاة المغرب والإمام في صلاة العشاء يكبر مع الإمام، أقام العشاء أدخل مع الإمام. قال: إذا قام الإمام للرابعة اجلس لا تقم وتشهد ثم سلم عن المغرب ثم قم وادخل مع الإمام في الرابعة للعشاء له، وتكون لك ماذا؟ الأولى عشاء. وهناك قول آخر: إذا قام الإمام للرابعة اجلس إذا حتى يأتي الإمام بالرابعة، فإذا سلم فسلم معه ثم قم وأتي بصلاة العشاء. وهناك أقوال أخرى. السؤال العشرون: هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة مع الإمام أو لا؟ مثلا دخل أحدهم والإمام قد فرغ من الركعة الأولى في صلاة الظهر فكبر المسبوق، هي الآن الثانية للإمام تكون الأولى لمن؟ للمسبوق. الإمام لما صلى الرابعة ظنها ماذا؟ الثالثة، فقام وأتى بركعة هي خامسة في الحقيقة، هي خامسة لكن يظن الإمام أنها ماذا؟ أنها الرابعة، استمر. هذا المسبوق أصبح صلى مع الإمام كم ركعة؟ ركعة أربعة. هل يعتد بها؟ قال أهل العلم، بعض العلم، الصحيح أنه يعتد بها لأنه شارك الإمام فقط المتابعة. أما الجماعة فمن تيقن أن الإمام قام إلى خمسة ما يقوم، ومن كان شاكا فيتابعه. المسألة الحادية والعشرون: إذا دخل مسبوقان وقد صلى الإمام الفريضة، يلحظ أن بعض الناس إذا كان اثنين الإمام يتقدم قليلا عن المأموم عن صاحبه، والسنة والصحيح أن يصفان سويا لا يتقدم أحدهما عن الآخر. السؤال الثاني والعشرون: إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته ثم سجد الإمام للسهو، تنبه، قالوا إذا كان الإمام قد استتم قائما لا يعود، أما إذا لم يستتم قائما يرجع معهم، لكن إذا المسبوق استتم قائما والإمام والجماعة أتوا بالسهو يصلي المسبوق ما فاته ثم يأتي بماذا؟ بسجود السهو. المسألة الثالثة والعشرون: إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته ثم نبه المأمومون الإمام لنقص ركعة من صلاته، قام الإمام سلم الإمام قام المسبوق يقضي، فقال الجماعة: يا إمامنا بقي ركعة، قام الإمام يأتي بها، يدخل معه المسبوق، فإن كان المسبوق قد فرغ من الركوع كذا يقضي وحده. السؤال الرابع والعشرون: إذا دخل المسبوق مع الإمام في غير حال القيام، يعني دخل المسبوق والإمام بين السجدتين أو في السجود، بعض المسبوقين ما يدخل مع الإمام إلا إذا كان قائما أو راكعا، السنة والصحيح ادخل مع الإمام على أي حال كان، قال عليه الصلاة والسلام: وما أدركتم فصلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. كلمة حال نكرة تشمل أي حال سواء كان راكعا أو ساجدا. وعند ابن أبي شيبة وغيره قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم وأنا على هيئة فليكن معي على الهيئة التي أنا عليها، هيئة نكرة تشمل أي هيئة كان عليها الإمام. السؤال الخامس والعشرون قبل الأخير: إذا دخل المسبوق وقد فرغ الإمام من الصلاة والجماعة متهيئة للصلاة على الجنائز كهذا المسجد، دخل أحدهم وقد سلم الإمام من الصلاة ويهيئ الآن تقدم الجنائز وفيه جماعة دخلوا معه، هل يصلون العصر يبدأون أو ينتظرون؟ ينتظرون
ويصلون مع على الجنازة ثم يصلون فريضة، والفرق يسير ولا يضر، التأخر يسير. السؤال الأخير: إذا فات المسبوق بعض تكبيرات الجنازة، مثلا مسبوق يقضي وشرع الإمام وكبر تكبيرتين على الجنازة، ثم قام المسبوق وكبر، كبر الإمام للثالثة تكون المأموم الأولى، كبر الإمام للرابعة تكون للمسبوق الثانية، سلم الإمام يقال لهذا المسبوق: ما فاتك ما أدركت فصل، وما فاتك فأتم. معذرة من الإطالة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.